عريت الدور حسيت بيه؟ والله انا جالي ورق وقالوا لي اقرا الشخصيه اللي انت خايف، فمسكت الورق قريته من اوله لاخره من غير ما اركز على الشخصيه واحده، قريته ان انا بتفرج على فيلم او قصه او موضوع بيتكلم عنه. طبعا انا لما جالي ورق ما كنتش واخد فكره هو بيتكلم عنه، فاكتشف بنفسي ففوجئت ان هو بيتكلم على يوم واحد وان هو ديكور واحد من الابطال المعقدين زي الاستاذ عاطف. لقيت الشخصية اللي أنا قايل عليها دي شخصية حاجة جديدة بالنسبة لي، حاجات بنشوفها في الحقيقة شدتني جدا، صداقة وخيانة، اكتشفت حاجات كتير وأنا بقرا، يعني سرحت حاجات كده شفتها في حياتي الشخصية مع الناس أعرفهم قريتها أو شفتها بتبقى في الحياة يعني، فحبيت إن أنا ألعب الدور. ايه عملت الفيلم بشكل ايه؟ كنت مركز فيه؟ طبعا ده يرجع طبعا الاستاذ عاطف شكري هو اللي كان بيوجهنا لكل حاجه، اكيد اي بني ادم عنده اسقاطات وهو بيشتغل فلازم بيحتاج حد يوجهه، فطبعا الاستاذ عاطف كان معانا خطوه بخطوه، لو في حاجه مثلا عدت مني او انا كنت متخيلها بشكل معين هو شايفها بشكل تاني عشان يطلع الكتابه اللي كتبها الاستاذ اسامه فهمي بتخيله، فكنا طبعا بنمشي ورا توجيهات الاستاذ عاطف. صحيح. خالد ونجاتي وهاله كنتوا ثلاثه طول الوقت مع بعض. الترابط ده اللي شفناه على الشاشه كان ايه اللي بيحصل ورا الكواليس يعني عشان يطلع بالتناغم ده؟ والله عاوز اقول لك على حاجه، انا نجاتي صديق ليا من زمان جدا وعلا صديقه من زمان جدا، فاللوكيشن تحس ان هو مش داخلين نشتغل، لا احنا داخلين نعمل حاجه حلوه مع بعض، مبسوطين باللي بنعمله، مرتاحين جدا مع بعض، فكان في راحه نفسيه، طول ما في راحه نفسيه تقدري تدي اللي انت عاوزه تعمله. انت تعرف عليك في الاول خالد مش عمر؟ لا خالد. خالد من الاول؟ اه من الاول. بس طبعا يعني قريت قلت جايز ابن عمر ده دوره انا شايفه بالنسبه لي احسن يعني، فلما قريت الشخصيه لا حسيت ان انا ممكن العب الدور ده جايز ومش شخصيتي الحقيقيه، فاحسن حاجه ان الواحد يعمل حاجه مش موجوده فيه. مش قريبه من شخصيته. فده بيبقى تحدي بيني وبين نفسي وانا شايفه. اكيد طبعا. هل شلت حاجه من خالد او ضفت له حاجه وانت بتمثل؟ ما انا يعني انا نفذت او حسيت الكلام المكتوب في الورق وعملت اللي انا حسيته. والحمد لله يعني لقيت ان الناس تعليقاتها والاستاذ المخرج والمؤلف مبسوطين من الاداء اللي انا عملته يعني. كنت موفق الحمد لله بشهادتهم يعني. هو فعلا ما فيش اللي هو الاوفر اكت ده اللي بيقولوا عليه، حاسه ان انت مرتاح يعني. طبيعي يعني الواحد بيشتغل طبيعي يعني، هو احسن حاجه لما الواحد يشتغل او ممثل عامه ما يبقاش اوفر اكت وما يبقاش فلات في نفس الوقت يعني، يبقى في بالانس وهو شغال. عايز ارجع انا ليا سؤال بس ماشي. ازاي يعني تختار شخصياتك او الادوار اللي انت هتقدمها؟ هقول لك بالنسبه لاحمد كرارة اللي هو انا واحد لسه تقريبا في بدايه حياتي الفنيه، انا كل دول بيتقدم لي هو جديد عليا، انا بالنسبه لي عاوز العب كل الادوار، عاوز اجرب ده وده، العب اكشن، العب كوميدي، العب دراما، العب شرير، العب بطل هيرو، عاوز العب كل الادوار، فلغايه دلوقتي انا كل اللي بيتقدم لي بقراه فجديد عليا، عاوز العب. امتى بقى اخش المرحله ان انا اختار الادوار؟ اللي اخترت ان انا اكون عملت حاجات معينه شفت نفسي فيها وشايف نفسي في حته ثانيه ما ينفعش العبها، ساعتها ابتدي اقيم الورق الجديد ده ينفعني او ما ينفعش. طب وبتستعد للادوار ازاي يعني؟ لما الورق بيجي لك بتستعد للادوار ازاي؟ انا بشوف الورق كمشاهد فقط. يعني انا بقرا الورق بس مش بشوف كشغل. بشوف ان انا جاي لي قصه بقراها، بشوف الحدوته بتتكلم عن ايه، بعد كده ابتدي احس بكل شخصيه موجوده في الورق، مش الشخصيه اللي انا هقدمها بس. لا بشوف بحاول اتخيل كل شخصيه موجوده يبقى الكاركتر بتاعها عامل ازاي، والكاركتر اللي انا هلعبه هيبقى عامل ازاي، بعمل تركيبه وخيال في دماغي ان الورق ده والكلام المكتوب لما يطلع للجمهور هيبقى شكله عامل ازاي. فده بيبقى دايما استعدادي للحاجه اللي بقدمها.